كثير تقاعد يا حسرة. الكوليزي خليت لك ميساج على الفيسبوك عم قبل ما باش ننبهه معناتها قبل ما نقرا الميساج يلزمني اقل من مديرة قاعة الكوليزي قالت لك انا نعدي فيلم ديجاج ما في حتى امراه علينا وتحبني نعديها مستحيل شو تقول لها؟ اسمع ديجاج سي با احنا في بلاد اني نوري كل شيء السينما هي الحريه وقاعة السينما هي يدخلها كل واحد وكل واحد كي يتفى الضوء وتولي في النوار كل شخص يرى الفيلم من زاويته هو وهذيك قوة السينما وبالتالي أفلام كما ديجاج وغيرها أفلام نذكر بالذكرى ماشي كان الصور الخليعة اللي هي تعبر دونك كل زي مغرومين ما كل زي مغرومين ما ثقافة كيف يزمك تعذر يا نوفل يزم نعذر باش اي لا لا وكل الأفلام اللي شو باش تمشي الناس تابع الثقافة معناتها فما ثقافة حتى في عبيد في طفولتهم جماعة الأربعة خارجين ايه. وجماعة الستة باش يدخلوا يقولوا خويا فيه اسمع من غير والله ما غير بالحق ما غير هذه معناتها شو زعما ثقافتنا واحنا صغار معناتها لا ما تنساش نحيوا 12 سنة به محمد الغنوشي الوزير السابق قال لك ربي يهديك حقك سميته الأغلبية الصامتة الأغلبية الصامتة ماكش أصحاب أنت محمد الغنوشي ماني قلت ديجاج الفيلم نتاعك ديجاج الشعب يريد برشا قالوا اللي توا ولات لغة خشبية جديدة ديجاج الشعب يريد النظام البائد الثورة المجيدة برشا فيسع فيسع شدوها واستعملوها ما نحكيش على فيلمك ما نحكي لك على الظاهر اللي في ظرف عام تبارك الله رديناها لغة خشبية وكل واحد يبدأ يحكي لازم يقول الثورة المجيدة والشعب يريد وغيره تراش اللي ماشيين في ثنية تخوف شوية معناتها يرجع طبل يضرب من جديد رجع طبل رجع اي ديجا راقد على وضني انا رجع سي محمد بالحق بيه سي محمد نحب نسالك وانت جاوبني بديجاج ولا مش ديجاج خليها حذاك كان تحب تقول لي ديجاج قول لي ديجاج دونك هذايا التمرين خويا ما نضربش هذا 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 ماك تعرف اللي انت والنوري بوزيد عندكم نفس الاسم تقريبا واحد وثائقي واحد فيكسيون لا انا ما انا انت دجاج شعب يريد هو دجاج ما نموتش ما علميش انا اليوم باهي ايش علينا ما علميش اليوم عنده دجاج خاطر انا جو سي با حاب يسمي دجاج مانيش اوني با ان كونكورونس انا والنوري ولا حاجه بون المهم افلام تكون ديجاج الناس الكل استعملوها معناتها حتى فما واحد فاست فود عمل اسمه ديجاج ديجاج حتى ديجاج فود معناتها ديجاج مش مشكل معناتها ما ينتهى اسمع مشى فوند كوميرس تتذكر وقتها جات بريود العهد الجديد مجزره العهد الجديد وحماص العهد الجديد تولى ديجاج وجزار 7 نوفمبر فوالا كشك الثوره وغيره به اعتصامات تسكير الكياس شنو تقول لها سي محمد زرن اعتصامات تسكير الكياسات شو تقول لها ديجاج ولا مش ديجاج عبرني بالبلاك ديجاج مخرج عايش لبرا ويجي لتونس باش ياخذ دعم شو تقول له سي محمد ديجاج ولا مش ديجاج لا ما ديجاجيش تونسي رايك ايام قرطاج السينما اي كل. ايام ها. قرطاج السينما اي تنظمها در ابو شوش ديجاج ولا مش ديجاج الجاي لا در ما جاي نقولها ديجاج يا زه يا زه عليه لا ما هو خدمة على الدرة وكل شيء توا احنا في التعددية وفي الجمهورية الثانية معناتها تعرف ما انا مش نفس المدير في الجمهورية الثانية اي جمهورية جديدة وكل شيء دونك وهي ديمقراطية درة عمرنا بي تقبلها وما عندهاش نية حتى المجلس التأسيسي الموازي اللي عملوه شو تقولوا ديجاج ولا مش ديجاج؟ موازي اي عملوا مجلس تأسيسي موازي مجتمع مدني باش دي انا ظاهر فيها رقد على اذني حتى انت غاطس في الفيلم والمونتاج راك تضرب ب 18 ساعه دونك تنجم يصير زلزال في اي بلاصه ما تفيقش والله العظيم والله كومبليتمون اوت هذه ما تاسيسي موازي كيفاش هما تنجم تذكر لي جماعه نعرفهم ولا حاجه سيد محسن مرزوق مثلا هو اللي دعا للمجلس التاسيسي الموازي الموازي شو عندما وسيله ضغط اي عملوا شي رئيس عملوا شي حاجه زيد سمي لي شويه ضايع راني كنت ضايع تحب رئيس موازي اي مش نو يا اخي ما كونكورونس ولا كيفاش نقول لي ولا موازي ما تضغط ولا ها برجولي ديجاج بار برانسيب ديجاج الموازات موازات ما ثماش موازات تخلي الناس تخدم على روحها وناسيم نو ريسبونسابيلتي عندك انت سي محمد كلمه ديجاج ما تجيب بلا
نظف ورقه لا لا, آه. لا 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 مسؤوليه لا مسؤوليه اون دي ديجاج حاجه به لا لا. المراه التونسيه تنجم تعدي امتحان بالنقاب ديجاج ولا ديجاج من قلب سي محمد الزرن خصم اربع ايام من شهريه المواطنين التوانسه انا حسب ظني اكدت معناتها خارق العاده بصراحه عضو من وزاره الشؤون الدينيه ينضم للجنه الرقابه نتاع الافلام اش قولك دجاج ولا مش دجاج دجاج حبيت نسالك شويه على الفيلم نتاعك كيفاش نجحت محمد زران انك تاخذ ثقه خاصه نتاع معتصمي قصبه واحد اثنين الدنيا داخله بعضها وقتها وعلى اعصابهم وما يقبلوا حتى حد تقريبا خاصه من الاعلام مخرجين جاوبني ترى نعم او لا بعد اعطيني جوابك كيفاش كسبت ثقتهم واحد وعدتهم اللي باش توصل صوتهم كيما هو صحيح اثنين قلت لهم ليه ليه راني مخرج تونسي ما عمري ما صورت حمام صحيح ودي زاد معك باش يصير لي انفيلات في البرنامج قبل ما نسيطر عليه نحبوا نستقبلوا مع بعضنا انسانه تحب تحتفل بالعام الجديد على طريقتها الخاصه قبل ما نكملوا مع المخرج محمد زران نستقبلوا سماح الدشراوي Love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life. محليها 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 الحرية محليها محليها الحرية محليها الحرية مش نورمال والانفيليت والسبين والجو 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 مش نورمال محليها 2011 محليها 2011 ما صاب 2012 كيفو انا مثلا انا قبل 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 الثوره كنت النجم مثلا نحل فمي ونتكلم جامي حماتي مثلا كنت النجم نقولها هاشم جايبك يا حماتي لا بالعكس انا قبل كنت نحل الباب نلقى حماتي نتفجع بيصير ما يلزمنيش نظهر الفجعه نتاعي نقول لها يا بنتي وينك مرحبا مرحبا زارتنا البركه يا بنتي هالغيبه وهي كل يوم تجي ولا هالغيبه لا حد شيء اما يلزمني نقول لها كمام محليك يا حماتي ايش تحب ايش تحب ايش تحب ايش تحب في حياتي ايش تحب نطيب لك ايش تحب ايش تحب يا حماتي ونقعدها ونفرح بها انا جارتي مثلا جارتي واحده مسمامه ما جات شيء كنت النجم نقول لها هالجيره الكلبه جامي ما كنتش النجم تو نحل الباب نخرج بكل حماس يا لي بو بو بس ونلقى بيان سور عركه اثنين نلحم معاهم والكل عاملين جو السبين الحريه محليها الحريه محليها انا مثلا قبل من مسيره لمسيره ومن مظاهره لمظاهره سلميه بو ما تعجبنيش برشا حكايه سلميه خاطر قالك تو لازم نكونوا عالم متقدم ومظاهره سلميه تخيل بربي مظاهره وسلميه تبدا هكا نطالب سلميه درجنا لا يلزم نطالب يا ولدي ونهبطها الدنيا نطالب نطيعنا وخدمونا ورسمونا باهي سافا ولا الحكايه الاخرى اللي قال لك زاده يحبونا كيف جماعه الجابون زعما انا مغزل هكا وحاط شاره حمراء زعما باش نعبر على الغضب نتاعي يا ودي حرية نتكلم شنيا رسموني شنيا شارع حمراء وفي بالكم حاجة جماعة الجابون يعانيو راهو مساكن يعانيو في حالة في بالك هكاكا جاو هكا ما هو من حمص يغزل حاجة شارع حمراء هكا تطلع له في عينيه ولا تجفة سماح يا خويا خلينا توانسة هكا عينينا محليها وصافا وجيسكو بو عارفي عندي عارفي حاجة ما جات شيء الحسيب كنت النجم نقول له يا عارفي لحظة نمشي عندي ما نعمله كنت نكتب له مطلب في أربعة صفحات بربي يا عارفي راني خارجة درج وراني معاش نعاود صنعتي وراو في ساعة ونجي وما نطولش ودرشنوه ولكم في ذلك جزيل الشكر بعد الثورة يجيني ساعة يا عارفي يجيني هوني أقعد يدك للحيط ساقة كيف للحيط كلمة لا قلت كيفاش لا تصبح لا تمسي هكاكا ما تحكيش معانا زعما عارفي والكل وكاليسونس ومن فورماسيون لفورماسيون ومن سيمينير لسيمينير اش بينا احنا ما نتفرموش معاك عليه يا عارفي
أنتوكا عارفي أنتوكا عارفي نحب أقول لك ديجاج يا عارفي على خاطر راك عملت فينا اللي ما يتعملش وأنا توا راني اليوم جيت باش نحتفل بال 2012 إن شاء الله عامي سعيد. سماحة نصراوي تحية لسماحة دشراوي بيه سي محمد الزرند برشا أحداث معناتها ما نعرفش أنا قديش صورت من ساعة باش تخرجهم في ساعة ونص كيفاش نجم تلخص؟ صورت على فيلم الشعب يريد دجاج أكثر من 60 ساعة 60 ساعة 60 ساعة معناتها 3-4 أشهر مونتاج براتيكمون 3-4 موا دو مونتاج 1h35 الاخر ساعة ونص تقريبا واضح هو تلخيص سيري برشا لا لا اما تلخيص مهمة صعيبة معناتها نتاع العام اللي تعدى تلمون هو 2011 سي محمد زرن معناتها تبارك الله قداش تعداو فيه احداث على الفيسبوك معناتها قاعد يدور تلخيص للي صار من الثورة لليوم شنو اللي صار انا مش نعطيك تلخيص هذا وقل لي شبه الفيلم نتاعك ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم بوعزيزي الشعب يريد كرتوش الجزيرة بكل حزم التليفون يرن في خطاب الزين القصرين تالا كرتوش الجزيرة أنكور 300 ألف موطن شغل الشعب يريد إسقاط النظام رشيد عمار كرتوش الجزيرة أنكور حضر التجول غلطوني سيحاسبون ينعم فهمتكم دجاج بن عليه رب حضر التجول عسف الحومة ميليشيات زكتا قناصة أمبولانس فصل 56 ما مشيش فصل 57 محمد الغنوشي لمبادوزا قصبة واحد غنوشي اثنين ارسد الدجاج اعتصام طلع البدر علينا القصبة اثنين لكريموجين القبة واحد الباجي قايد السبسي خميس ببطان اعتصام الشعب يريد مجلس تأسيسي هيبة الدولة كوعو من بوعو واخر ظهر بهم الفي مسيو بروبر اعتصام 14 جويلي 24 جويلي سامحوني ما نخلطوش 23 اكتوبر انا قيدت وانتي وقتاش نسمة برسيبوليس وليت نقمة اعتقني الشعب مسلم ولن يستسلم صبع ازرق 38% النهضة الحمدي منين طلع القصاص منين طلع الترويكا منوبة برد واحد نقاب مرزوقي رئيس نتحديك نجم تلخص في 4 دقائق هكا فيلم روعة شفت قضية تعدى علينا اسمع تبارك الله عليك نرجع شوي لدومين السينما باش نسألك سي محمد زران شنو اللي باش يتبدل في السينما التونسية بعد الثورة وانت جاوبني نعم ولا لا السينما التونسية بعد الثورة كانت تحتضر وتوا باش تموت اسمع صديقي باش تغير السينما التونسية ولا باش تغير بلاد ولا سياسة أول حاجة الناس هذوما ينجموا يغيروا روحهم أنت عندك في ممل نوفل كنا نعرفوهم كل أنا باش نحكي أنا وصلي السينما التونسية بعد الثورة يعني كانوا شادينها عصابة تو باش يتحل اللعب لا بين ظفرين عصابة سينمائية معناتها قلت الناس تكون مش عارف عصابة سي ما نجمش والله ما ثماش عصابة بالمعنى هذايا أما تنجم تقول كانت تاعت ثم ضغوطات ثم ضغط ثم جهات كانت مسيطرة على دوكوران معناتها ثم دوكوران كانوا ضاغطين وكانوا منتهزين أكثر السينما بعد الثورة كانت بأموال أوروبية توا باش تولي بأموال خليجية زعما صحيح ولا لا؟ لا صديقي ما ثماش سينما بأموال أوروبية توا باش تولي لا. أكثر سين أوزي هي مرات تسوق في كهرباء معناتها كي مرات تسوق كهرباء نولي نعملوا هكا اسمع لا توا تسوق كهرباء كيفاش عند الوهابية تسوق في كهرباء في الظلام مظلمة على روحها تو ايماجين في كهرباء وهي وتشوف الظلام في الكهرباء وتسوق لي زومبوتياج لي كرمبولاج ما تشوف شيء
التحدي الكبير الجايك اللي هو فيلم محمد البوعزيزي والانتظارات متاع الناس من فيلم محمد البوعزيزي، السيناريو تكتب وقتاش تحكي لي فيلم محمد البوعزيزي الفيكسيون معناتها محمد البوعزيزي الفيلم وقتاش يحضر؟ فيلم محمد البوعزيزي بالطبع انا كتبت فيه الفيرسيون الاولى من السيناريو، كتبنا يعني عملت مشينا شوط كبير ياسر في السيناريو، وتوا باش نبدو باش نحاول نعمل نزيد نكمل لا فيرسيون ديفينيتيف. حاطين برمجه ان شاء الله، ان شاء الله انطلاقنا انا وطارق تفهمنا على اساس انه نبدو تصوير الفيلم في سبتمبر اكتوبر الجاي بحول الله. وبصراحه باش تكون حكايه باش مثيره جدا، لان سان غيان افوار على اللي عملته في الوثائقي ديغا الشعب يريد، باش تكون حكايه محمد البوعزيزي اللي شبهنا كل اللي شبه كل واحد لكل شاب تونسي بما فيه يعني من صغره من مغامراته بما فيه يعني الشاب العادي، لكن الشاب العادي اللي هو في النهايه كيفاش تلزوا الاحداث ولزوا النظام اللي كنا عايشين فيه والضغط والاضطهاد اللي داير بالبلاد كله من جهات الكل عايشة معه، حتى بالنهاية متى يوصل يفدي روحه ويوصل متى يحرق روحه بي في لماذا؟ لأنه هو طيلة حياته تحسه احترق ببطء شيئا فشيئا، احترق شيئا. معناتها الحكاية من الجذور من الجذور. شكرا لك محمد زران. نحب نقول اللي فيلم ديجاج الشعب يريد ابارتير من 14 جام في القاعات. لا مش في القاعات بصراحة 100% في احنا نخصه، لا احنا قاعدين نحضروا مش من انا قاعد نحضر على اساس ان شاء الله يخرج في 14 جونفي وبعد 14 جونفي، لانه معناتها ولفنا بجو السينما التونسية لاخر ليلة ما نعرفوا شيء، ما احنا خلي نقعدوا نسخيدوها بعد تقدت الامور. انت باش تعمل المستحيل باش تهبطوا على الاقل في سالة. انا باش نهبطوا في مازالوا حارقينك سالات كالعادة محمد، مازلت عم مشاكل مع السالات؟ لا انا ما يحبوش، لا انا السالات مازالوا ما يحبوش يعاونوك يا محمد. لا لا السالات يحبوني الا لان جيب لهم جمهور اللي وراء السالات اللي وراء السالات اللي وراء السالات. ان شاء الله بالتوفيق لمحمد زران. في الاخر نحب نهدي لك هديه، معناتها اكيد ما تنجمش تمشي، حاجه ثمينه ماهيش موجود منها تو، باكو حليب يا محمد يا زران، باكو حليب مقطوع، دونك نهدي لك انا باكو حليب مقطوع. مش معناتها بوكو. شكرا لك محمد، نورتنا الليله. شكرا لك محمد. بون دنوار. يلبس الروج. يلبس الروج. شكرا لك محمد زران المخرج التونسي. عايشك. ماما أي لون يناسبني أكثر؟ أكيد لون شعرك. لأنه باقي أغنى ويلمع أكثر. والصبغة ما تهلكش شعرك؟ ماما هذا غارني كولور ناتشرز الجديد. صبغة الشعر الوحيدة بزيت الزيتون الطبيعي يغذي شعري كي نكون نصبغ. وانتي عارفة شعري مغذي يعني لون أروع. تحضيره سهل واستعماله سهل. وشعري الأبيض؟ انسيه. غارني كولور ناتشرز الجديد، شعري مغذي يعني لون أروع. اعتني بنفسك. غارني. Lingette Wipey, plus de douceur pour un toucher de bonheur. Céréaliste, Inti ou Jaot.